فبالتالي يعني مش مقبول انت اليوم بيستشهد الزوج بس بينسوا انه ترك خلفه مرة زوجي واطفال. يعني انا بدي اقول يعني بدي وجه كلامي لهيدا اسمحي لي كلامي اسمحي لي الكاميرا وجهي يعني هيك عبارة حطها بين براكتس ريتا لحثالة المجتمع لكل انسان حقير بيسمح لنفسه انه يتطاول على اي امرأة اللي كانت. بس بدي خص هون زوجات الشهداء. زوجات الشهداء انت شو بتعرف عن زوجات الشهداء لما ابنهم بنص الليل بفيق بده بيو؟ شو بتعرف لما بيركض الطفل بس يرن جرس الباب وبيركض بيركض بيقول اجا بابا؟ انت شو بتعرف عن ابن الشهيد لما بيجيب التليفون لامه بيقول لها بدي احكي مع بابا، دقي له لبابا، بدي ابعث له فويس لبابا؟ اكيد مش مارقين من حدك. قبل ما انت تسول لك نفسك انك تحط الارجيله بتمك وتقعد تنظر على لايف ستايل اذا بيعجبك او ممشانا اذا بيعجبك او لبسنا بطريقه حياتنا ولبسنا اذا بتعجبك، فكر بهول التفاصيل. بس انا حكي مش موجه لكم، انا كلمه بدي وجهها لزوجات الشهداء. كوني انت، كوني قويه، كوني سيف بظهر كل طفل، لانه هول الاطفال امانه بعناقنا نحن، لانه هول الاطفال بحاجه ليشوفوا ام مثل الجبل بظهرهم، سيف بظهرهم. قد ما كنتي قوية على قد ما حينعكس هيدا الشيء على الجيل اللي عم بتربيه. بعمره الولد ما بيطلع سوي إذا شاف أم مكسورة، بعمره الولد إذا ما بيطلع سوي إذا شاف أم ضعيفة إطلاقا. ما تسمحي لهيدي المجتمع ولهيدي الطبقة بالتحديد من المجتمع إن تأثر عليك قيد أنملة. يكفيكي فخرا إنه الله اختارك من بين زوجات الشهداء وعوائل الشهداء، فعيشي على هيدا المستوى وعلى هيدا الليفل فقط. بدي حييكي وحيي هالكلمات المؤثرة اللي قلتيها زينب، يلي هن عم بيطلعوا من قلبي. معاناة معاناة معاناة، وجع ومسؤوليات وتحديات. وكيف ما حدا بيعرف كيف بتنام زوجة الشهيد كل يوم مع متطلبات أولادها، مع مسؤولياتها، مع تحدياتها. بدك تعبي الجانب العاطفي، بدك تعبي الجانب المعنوي، بدك تعبي الجانب المادي، وبالآخر بيجي بيقولوا لك لبست. شو لبست؟ شو يعني لبست؟ شو يعني لبست؟ فسر لي شو موقعها من الإعراب أنت لتقيمني؟ خلصنا بقى. أنا من بعد اليوم أخذت قرار ريتا، لن أسمح، لن أسمح ولا لأي مخلوق يخلق إنه يمس 1% بحريتي وبكاركتيري وبشخصيتي أبداً. شو رح تعمل؟ أخذت مجموعة إجراءات. طبعاً أنا بفترة معينة استشرت، ما عندي مشكلة أقول، استشرت أطباء نفسيين، لأنه الحملات لما تقام عليك على السوشيال ميديا قد ما تكوني راقية، قد ما تكوني مثقفة، قد ما تكوني بنت بيت، ما بتقدري تنزلي لهيدا الدرك. أي متى بتنكسري زينب؟ أنا طلب مني بس ما أقرأ تعليقات صراحة، وأنا كتير استفدت. بس وقفت أقرأ كومنتات، كتير استفدت، لأنه شفتي لما بيقولوا لي أنه ما بتقدري تغلب الجاهل. تعليقات المتابعين بتكسري؟ بتعرفي شو اللي بيكسرني؟ انه بتكون موسيقى بحق سمير. انت فيك تتعرض لي بس ما فيك تتعرض لحرمه شهيد ابدا، مين ما كان هيدا الشهيد. بتعملي لهم ديليت؟ شلي ما بعمل ديليت، مش عم بحكي عن، يا ريت، صفحات وهميه تحمل اسمي، صفحات وهميه تركب لي صور، صفحات وهميه بتحمل اسمي بتضخم بتصغر بتكبر وبتبلش الكومنتات يلا يلا. بتعرفي ليه؟ لانه بس يعرفوكي بنت بيت بيعرفوا سقفك، بيعرفوا لسانك. وانا هون بدينهم، انا بدين اليوم اهلي على تربيتهم. اوف، انا بدينهم. استاذ محمد اسمح لي في يا دادي، ربونا زياده عن اللزوم. تقبل هالكلمه منا لزينب؟ يعني لانه هي عارفه قديش انا تعبت وقديش اشتغلت لحتى اعيشهم حياه كريمه وعزيزه وما حدا يمس شعره بالنون. تزعل علي لزينب اليوم؟ حياتي زينب. تزعل انه وضعها هيك واللي تعرضت له؟ يعني هي هيدا الطريق اختارته، بس نحن كلنا حدا. طيب تنصحها ترجع تتجوز؟ هيدي مشيئة رب العالمين ومشيئتها. شو مشيئتك؟
ما بعرف، يوم عن يوم بحس الموضوع أقرب لأنه أطوي هيدي الصفحة أنا صراحة. ما بقى في شيء. بدك تسكري قلبك كلياً؟ مش تسكري يعني. قلبك، معاييرك اختلفت. اختلفت لدرجة أنه هالقد صارت الجاب اللي هو بين تفكيرك ومعاييرك بعيدة عن الموجود. بتخافي تخسري ابنك علي؟ دعسي ناقصة يلي عمره 12 سنة ونص اليوم؟ اخسره، ما بخسره أبداً. أنا أولويتي، أنت اليوم بتحددي أولويتك بالحياة. أنا أولويتي علي مش الزواج، يعني مش الرجل، ولو هي فيها مظلومية بمطرح معين لإلك، لأنه أنا أؤمن أنه شريك الحياة هو سند كمان، وسند عاطفي بالتحديد. ما في مرة تقدر تكفي حياتها من دون ما تكون عن جد ممتلئة عاطفياً. إذا بدك بتحاولي تخديه من ابنك، بس هو ما بيكفي. إذا هو قرارك، رح نروح للسند العاطفي الأبوي يلي بيمثله أستاذ محمد دادي والدك. بدك تعترفي له بشيء مش ما اعترفتي له فيه قبل زينب. طلعي بوالدك، قولي له شيء هيك حسيت إنه عبالك تقولي له إياه. بالمناسبة يعني أنا هلا يعني هاي تاني حلقة بطلع فيها عم ببكي، مع إنه أبداً ما بحب هيدا الجو، بس أنا حدا دمعته جداً سخية والموضوع كان كتير حساس. هلا بالنسبة لبابا، أنا اللي عجبني ببرنامجك ريتا، اعترافات مع ريتا، كتير حبيت إنه يعني الشخص اللي حيشاركني هيدي الحلقة هو بابا. بابا عشان ما تعلق إعدادي، هو بابا، لأنه أغلى شيء ممكن يكون بالحياة هو الأهل، الأم والبي. خليني عشان ما تزعل مني هيفا، حرام، لأنه أنا على السوشيال ميديا قد ما بتصور مع بابا وعلاقتي قوية ببابا، كلهم حافظين يعني الفانز حافظين علاقتي ببابا، فكلهم بيعتبروا بعيد الشر عن قلب ماما، بيعتبروها متوفية. يعني كثير بيسألوني أمك متوفية، أمك متوفية، ما بنشوف لها صور. ماما ما بتحب تتصور، هي مختارة هيدا الشيء، يعني بصعوبة بناخذ لها صورة نحن وظاهرين. فعشان ما أكون بس عم بخصص بابا، مع إنه اثنيناتهم هن كل واحد فيهم عين، بحبهم كثير. بقول له إنه يمكن كل عمري كنت بعرف قيمتكم، بس يوم عن يوم عم بلمس غلاوتكم بقلبي وبكل تفصيل بحياتي، لأنه بعد الأهل الحياة أخذتنا، الأصدقاء أخذتنا، الشغل أخذنا، السوشيال ميديا أخذنا أكثر وأكثر. بتصيري أنت قاعدة مع أهلك وكل حدا فيك يعني كل حدا فينا على التليفون. فأنا كمان بدي أوجه رسالة إذا بتسمحي لي لكل العالم، لكل حدا أم وبي وبعده على قيد الحياة، استغلوا هيدا الوقت، استغلوا هيدا الفرصة. يمكن أنتم تروحوا قبلهم بعيد الشر، بس أنه حلو نكون عارفين قيمة اللحظات، لأنه كتير صعب. أو أنا زيادة عن اللزوم عم بحس بقيمة الوقت، صرت يمكن على الكبر. ما بعرف، بس صرت بعرف أكثر قيمة أنه أقضي وقت أكثر مع أهلي، أتوجه لهم. فيك تقعدي ساعات وساعات مع أهلك، بس ما يكون عندك هذا التوجه. فهذا اللي أنا بتمنى كل حدا يستغل هذا الفرصة. بحبك دادي، الله يخليك فوق راسنا وضلك منور حياتنا. ما بعرف إذا بعدي بنقال أكثر من هيك. حبيبة قلبي، هلأ دورك، دورك كمان توجه لها اعتراف لها، بلكي معذبتك بشي مطرح هي بتعرف، وبعد ما اعترفت لها بعذابك. هي بتعرف يعني قد ايه غلاوتها عندي، وهي بالذات يعني عن اخواتها لانه يمكن بعاد شوي. انه مميزك عن اخواتك. صحيح، فعلا هي مميزه عندي، فكتير حنونه، كتير كريمه، كتير بشوشه. هن بنعرفهم، لإلها شو بدك تقلها؟ الله يطول لي بعمرها وشوفها باحلى مراتب، وبحبها كتير، والله يخلي لي اياها. الله يخليكم لبعض ويخلي لك علي، وان شاء الله هيك. انت سعيده بحياتك اليوم؟ لا، سعاده نسبيه. لا، ما فيني اعتبر حالي سعيده بكل صراحه. ان شاء الله بتوصلي لاعلى نسبه ان شاء الله سعاده. مقتنعه يعني اذا بدك، مقتنعه ولست سعيده. شكرا، شكرا لوجودكم. شكرا لك على استضافتك ريتا.